انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. حاجة يا أستاذ عادل، أنت زي الفل. زي الفل إزاي يا دكتور؟ حضرتك يعني ده أنا حاسس بأرق جامد جدا، حضرتك ده أنا ما بعرفش أنام خالص يعني. أنا بقول لك أنت ما عندكش أي حاجة، بس نصيحتي ليك ما تفكرش كتير. هو ده بس العلاج؟ طب حضرتك مثلا ما فيش حباية، ما فيش دواء، ما فيش أي حاجة، على الأقل أعمل بالقرشين اللي حضرتك واخدهم يعني. الدواء اللي معايا ده مش بتاعي يا أستاذ عادل، ده بتاع زبون. بتاع زبون؟ يعني الزبون ده أجدع مني؟ الزبون بيدفع لك فلوس وأنا بدفع لك طوب يعني؟ انا بصراحه مش هيجيلي اغلى منك يا استاذ عادل، بس لازم اقول لك حاجه، الدواء اللي معايا ده بينيم يومين. يومين يا استاذ عادل؟ حبايه واحده تنيم يومين بالظبط. متشكر قوي يا دكتور، ربنا ما يوقف لك رمزي في طريقك ويجيب لك صداع زي كمان. عليك السلام. الله يخليك، مع الف سلامه يا دكتور. حبايه تنيم يومين، اهلا اهلا اهلا. انا مش محتاجها، انا اعملها الرمزي. وادي كوبايه الشاي بتاعته، ويا سلام كل يوم انيمه يومين. كل يوم يومين. تعالى لي يا رمزي. ايه الراجل الغامض ده؟ ايوه استاذ، تحت امر. انا بس كنت ايه ده؟ مين؟ ابراهيم عطا، مرعب تاني خمس علوم. مين؟ عادل سعيد، رفيق كفاحي في الحياه. ازيك؟ انت فينك يا راجل؟ عامل ايه؟ لا رفيق الكفاح ايه بقى؟ الكفاح ده كان زمان، دلوقتي يا سيدي عندنا الكفاح في الدنيا بقى، البازار والبيت والعيال. اهلا اهلا، اتفضل. اخبارك ايه يا عم؟ انت عارف طبعا اني اتخرجت من كليه الشرطه، ودلوقتي بعمل تحريات عن قضيه كبيره قوي. انت طول عمرك كان نفسك تبقى شرطه واكشن، تحريات بقى قضيه كبيره اكيد، ده قضيه مخدرات مثلا؟ لا، تجاره سلاح. يا صباح البارود. طب وده ايه علاقته بالشارع بتاعنا يعني؟ في اتنين بيقعدوا على القهوه اللي جنبكم، كمان نص ساعه هيتفقوا على شراء صفقه سلاح كبيره قوي. صفقه سلاح، وانت بتراقبهم عشان تقبض عليهم؟ طب انت مش لابس اللبس بتاع الضباط اللي هو بنجومه كده ليه؟ انا لازم اظهر كده لان انا بوليس سري، ومش معقول افضل اراقب الناس شهور طويله جدا وانا لابس لهم ميري. فكرة برضو، فكرة صح، برافو عليك. ما انت لو لابس ميرا يعرف انك ظابط. صح صح صح. وخلاص هانت العملية دي، اصلها كبيرة قوي واكيد هاخد فيها ترقية. والشنطة اللي معاك دي بقى ان شاء الله تاخد الترقية، الشنطة دي بقى بتاعت الشغل ولا عدة الشغل؟ اجهزة تصنط وكاميرات مراقبة. لا ربنا يوفقك ان شاء الله. انت ماسك دماغك ليه؟ في ايه؟ باين عليا خدت ضربة شمس، حاسس بصداع. ما لقيش عندك حاجة للصداع؟ تلاقي عندي حاجة للصداع طبعا، يعني انا كفاية بس شنطة الاسعاف اللي هي بتاعت العربية دي، بس ما اعرفش تشتغل جوه البازار ولا لا. هجيبها لك، ولو ما ينفعش هجيب لك المسلة دي، هجيبها لك. هتصرف هتصرف. ميل وزميلي و... وايه اللي متلقح هنا ده؟ انت جبت الحبايه؟ حبايه ايه يا عم؟ ايه ده ماسك راسه؟ يبقى اكيد عنده مغص. اكيد. خد اشرب شويه شاي دي يعني يمكن تخف ولا حاجه. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، اشرب 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 اشرب. لا اله الا الله، انت ايه اللي جابك هنا وجاي تموت عندنا هنا ولا ايه؟ ها فقت ولا ايه؟ بص انا لقيت حبوب، بس هي منتهيه الصلاحيه لكن شغاله يعني. انت ايه اللي عملت ايه؟ دول انا خلاص يا دول قمت باللازم كله يا دول، وشرب كوبايه الشاي اهو، وزي ما انت شايف خافف اهو. خفيف؟
اشتري بالشاي؟ مش ده شايك؟ من امتى كان عندك الكرم ده؟ بتديله الشاي بتاعك يا ابراهيم؟ ابراهيم ابراهيم ده فيها يومين يلا يخرب بيتك. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ طب انا اعمل ايه يا دولا؟ طيب ما انا لقيته كده هون يعني، فمش مهم بقى دولا، اللي انكسر يتصلح يا دولا. يتصلح ايه ويتهب بايه؟ طب وشغله يا ابني؟ والترقيه اللي مستنياه؟ والسلاح؟ سلاح ايه يا دولا؟ سلاح التلميذ؟ انت بتتكلم كمان؟ بتهزر بتهزر؟ ده الراجل ترقيته هتوقف. اعمل ايه؟ لازم اتصرف، لازم اتصرف. هات لي الشنطه دي يلا، هات لي الشنطه دي. ماشي. شنطه ايه ده يا دولا؟ هو بيصلح ده شاشي؟ هات الشنطه وحط الضماده. هات الشنطه وريني فيها ايه. حاضر. انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه يعني. وريني وريني يا ابراهيم يا ابراهيم. مش مهم بقى دول. ده ايه ده؟ ايه ده دول؟ ده اكيد اجهزه التصنت. تصنت ايه دي؟ اسمع كده، سامع حاجه؟ لا يا دول. ما هو ده التصنت، محدش يسمع. ماشي يا دول. الصور دي ده اكيد صور المجرمين. مجرمين ايه دولة؟ دولة دي صور المجرمين. انا لازم اتصرف يلا، لازم اتصرف. اتصرف ايه دولة؟ تعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا هكمل مسيرة وانا اللي هعمل العملية دي بنفسي. عملية ايه دولة؟ انت بقيت دكتور ولا ايه؟ اسكت اسكت، ما توهوش عليا. ها سيبني سيبني، ما تشوشرش خالص. العملية دي لازم انفذها. انا هطلع على القهوة يلا، لو بعد ساعة لقيتني ما رجعتش بلغ البوليس. حاضر يا دولة. بعد ما تبلغ البوليس بساعة، واخد بالك؟ لو البوليس ما جاش بلغ البوليس تاني. حاضر يا دولة. أنا وراهم من زمن طويل. ماشي ماشي. يخرب بيتك. اوعى اوعى من وش يا إبراهيم يا إبراهيم. ماشي أنا هنفذ العملية خلص. ماشي يا دولة ماشي. إبراهيم أعمل لك كوباية شاي تانية؟ خرب بيتك يا رمزي، هعمل ايه دلوقتي؟ اخش عليهم ازاي واتكلم معهم ازاي؟ حته لا يا استاذ عادل، انا اخرس. لا حول ولا قوه الا بالله. امتى الكلام ده حصل؟ يا دي انت عبيط يا ياد، ما انا بتكلم معاك اهو، بس عايزك تتعامل معايا ان انا اخرس واطرش. بعد الشر يا استاذ عادل، ما تقولش كده على نفسك. يا ابني انت مالك؟ وانت امي يا ابني، اعمل اللي انا بقولك عليه وخلاص. اخرس واطرش يعني تتعامل معايا بلغه الاشاره كده. طب ولو انا كلمتك بلغه الاشاره هتفهمني؟ وانت بتتكلم بلغه الاشاره؟ لا، ولا انا بفهم لغه الاشاره. نعمل بس ان احنا ايه، ان انا اخرس وطرش وانت بتتكلم معايا، انت فاهم ازاي؟ ماشي. وانا هحلي لك بقك يعني، هفتح مخي معاك. لو كده ماشي يا استاذ عادل. ماشي ماشي. اهم حاجه بقى عايزك تقعدني مع الاثنين اللي هناك في الركن دول. وتعامل معايا زي ما قلت لك. حاضر. طب يلا تعالى يا ابني. هو انا خفيف بقول لك اطرش اطرش واخرس. اتفضل يا استاذ عادل. اهلا. اتفضل. نورت يا استاذ عادل. اهلا يا هلال. اتفضل يا استاذ. اقعد هنا يا استاذ عادل. هلا. ده الاستاذ عادل الاطرش. تشرب ايه؟ الهني فيلم. عاوز شاي؟ شاي. تشرب شاي يعدل النافوق صح؟ عينيا عينيا. وعندك واحد ينسون الاستاذ عادل الاطرش. خبرك ايه يا طبنجة؟ مالك جلجل ليه؟ ما دلك ما بيسمعش. خلينا في موضوعنا. انا خايف يضحكوا علينا في البضاعة المرة دي يا طبنجة. يضحكوا عليكوا هيعملوا ايه يعني؟ هيحط لكم في وسط البضاعة بندقية رش؟ ما تخافش يا رشاش، احنا مش ولد امبارح. رشاش وطبنجة اكيد رئيس العصابة ار بي جي بقى. امال ايه موضوع الفلوس ده؟ ايه الفلوس عند الاستلام دي؟ طب دي اول مرة يعملوها معانا يا طبنجة. اصل الحكومة مفتحة عينيها كويس قوي. يا نهار ابيض، انا ايه اللي وقعني في حش التعبان ده؟ مو هنا بقى مش خايف غير من الحكومه ده. ايه لكون راس ده حركاتنا وتكفشنا كيف ما قفشتنا ال 15 مره اللي فاتت. 15 مره؟ ليه العصابه الغبيه دي؟ ما تخافش، انا عامل حسابي هنهرب البضاعه المره دي في شحنه البطيخ. بطيخ يا ولاد القرعه. خلاص هانا، معلم ابو عيسى هيبعت صبيه بكره هيتفق معانا على التفاصيل. السلام عليكم. ازيك يا حته؟ فين دولا؟ دولا في البازار واحد رخم قوي عايز يشتري تمثال يا عم. طب هلا هلا. مالك يا دولا؟ في ايه؟ طب هلا ايه؟ ايه دولا؟ مالك يا دولا؟ في بوحه. اهلا اهلا. بتضايق الزبائن ليه يا رمزي بس؟ دولا مش عارف ماله، هو في حاجه في بقه؟ مالك يا دولا؟ اهلا. يا ابني ده مش دولا، ده مش دولا، ده الاستاذ عادل الاطرش. لا يا راجل.
سبحان الله شبه دولا بالظبط. يقول لك اطلع بره يا جزمه. يبقى دولا، يبقى دولا في الحلقه. والله العظيم دولا، انت دولا، انت دولا، انت مش خايف من المجرمين دول؟ يا ماما دول مش مجرمين، دول تجار سلاح بس يعني. ما ده أصخم وأدل سبيل. إيه يا عادل؟ يا عادل أنت مش عارف إن التجار الأسلحة دول هم المسؤولين مسؤولية تامة وكاملة عن إمداد وتمويل الخارجين عن القانون بالأسلحة البيضاء والسوداء. طيب شفت أنت قلت يا رانيا المسؤولين عن إمداد، يعني ناس بيمدوا ناس بحاجات، يعني زيهم زي رجال الأعمال، وضع طبيعي، خايفين عليا من رجال الأعمال. يا ابني يا ابني انت مش قد الناس دول، انت مش قد اللي بتعمله ده. مش قدهم ازاي؟ انا لازم اقوم بدوري. لعلمك يا جماعه انا حاسس بمسؤوليه كبيره جدا، لان انا السبب في اللي حصل للراجل ده، انا وزفت الطين رمزي. فعشان كده يا جماعه لازم اقوم بخدمه انسانيه. على حساب الامن والامان القومي لبيتنا الهادئ الساكن السعيد. يا رانيا ما تخافيش، بيتنا هيفضل زي ما هو. وبعدين في بقى كمان مكافاه كبيره جدا، لان القضيه كبيره جدا، غير بقى المكافاه المعنويه اللي احنا هنحس بيها لما ننقذ مصر. طب يا ابني تجار السلاح دول شكلهم ايه؟ يعني هيكون شكلهم ايه؟ اكيد واحد فيهم مثلا معلق بندقيه بتاع دي الرشاش ده على كتفه مثلا، واحد تاني جسمه من الرش مرشش يعني مخرم، هتلاقي واحد تالت مثلا مبتدئ، ممكن يكون ده بادي بقصافات بعد كده يخش مطاوي قرن غزال، يعني لسه في اول طريقه يعني. لا 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 انا مش مطمنه، افرض اصبت بطلقه طائشه فجاه. طب قول لي يا ابي المكافاه دي ممكن تطلع كام؟ اروح لاسم اسالك واجي، ده اللي يهمك يعني يا نجلاء. وانت بقى يا جيمس بوند يا 007 عصرك واوانك، فاكر انك قد العمليه دي؟ اه طبعا قدها. مش قدها ليه؟ وبعدين انا معايا اجهزه حديثه جدا بتكتشف المجرمين، والاجهزه نفسها اكيد ممكن تكون بتقبض عليهم بطريقه ما يعني. لا 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 مش مطمنه، افرض حصل تبادل اطلاق نار. لا لو حصل اي تبادل اطلاق نار معايا درع واقي، معايا الواد رمزي هحطه قدامي ياخد هو طلقات النار، واقوم انا طالع من وراه وضرب البول كده هو بقى. لا 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 يا عادل، لا يا حبيبي انا مش مطمنه. لا 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 بصوا يا جماعه مفيش وقت، حتى لو انتوا شايفين ان انا اتهورت مفروض بقى ما ترجعونيش على القرار اللي انا خدته، ساعدوني ادعوا لي اقل حاجه. هو طالما فيها مكافاه، قصدي طالما فيها خدمه للبلد والمصر، احنا وراءك يا عادل. والمهمه دي محدش يقدر يعملها غير واحد زيك شجاع مكجوار بيحب البلد. مكجوار دي اكتر حاجه عجباني صراحه يعني يا رانيا. انا ان شاء الله طبعا شجاع ومكجوار معروفه جدا، بس اهم حاجه بقى الخطه. انا عامل خطه جامده جدا، انا عاملها على عده مراحل. المرحله الاولى او مفتح الباب. خليك 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 دول حبيبي. عايز ايه؟ ايه يا عم المقابله دي يا عم؟ انا لاقي لك تعالى. ايوه دول، مش انت اللي قلت لي تعالى واعمل؟ وايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت عديت على وكاله البلح يالا؟ يا دول وكاله بلح يا دول، هو ده موسم بلح برضك يعني؟ اهم حاجه اهم حاجه انت مش هتفهمني، ايه العصايه اللي في ايدك دي؟ هم قالوا لي حطها كده اهو يالا، وانت ما حدش اهو. اه ما حدش اهو يعني العصايه دي هي اللي هتنكرك يعني. يخرب بيتك. المهم اتفقت مع الواد حته على كل حاجه؟ كل حاجه اتظبطت يا دوله، وبيقول لك ان كل شيء هيبقى 100 الصبح بدري قبل ما الواد فتلى يجي. قبل ما فتلى يجي الصبح بدري. ماشي ظبط معايا ساعتك. حاضر يا دوله. ايه دي ساعه الصبح؟ زرعت الميكروفونات في كل حته في القهوه يالا. ما تقلقش يا كبير، كل الاجهزه متنطوره في القهوه كلها. ماشي وريني السماعه اسمع كده. اسمع يا كبير. والله العظيم الولا رمزي ده صعبان عليا قوي، على طول يشتكي من ابن عمه عادل اللي مشغله عنده، وبيقول عليه مفتري. انا مفتري يالا؟ ايه ده قطع لسان اللي يقول كده هون يا دوله؟ قال كده بتسيح لي عند الناس كلها يالا. هو مش كلها قوي يعني يا دوله يعني. ماشي ماشي بس 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 شكلهم جم. يالا يالا اسخب اسخب اسخب. الزحمة اللي في البلد دي، كنا نتأخر على معادنا ولا توك توك عايز يوصلنا. على العموم احنا في معادنا، هو صبي المعلم ابو عيسى قال لك هنعرف ازاي؟ قال هيحط وردة حمراء في ديل الجلابية وهيجي هنيه دلوك عند الغروب. غروب هو معاد عاطفي. يا
مساء الفل يا رداله. مساء الفل. انت صبي المعلم ابو عيسى؟ ايوه. اني غراب مولود على ثلاث حدات وبومه. وازاي البومه؟ تعبانه شويه. المعلم هيقابلنا ميت عشان نتفق. عم نول الساعه 6. عم نول الميعاد باسر رجعي. تمويه يا اخبي انا نفسي ما اعرفوش. طب هنعرف كيف المعلم ده؟ احنا ما قابلناهوش قبل كده. يا صبر القاتل على المقتول كان سلم نفسه. بيقول لك ان المقتول سلم نفسه. الحكايه دخلت في الجد يالا. على العموم احنا هنا كل يوم. اهم حاجه تكون معاكم الفلوس وكلمه السرك. ها خلاص انا هشيل الفلوس وانت هشيل كلمه السرك. ايه حكايه كلمه السرك دي؟ ابراهيم ما قاليش عليها يالا. ما هي سرك بقى دوله يعني. بس بقول لك ايه؟ انا عايزك تسجل كل كلمه بيقولوها. ها حضر. وركز معايا عشان كده هتوديني في داهيه. حاضر يا دول. اهو الكاسيت اهو الزرار الاحمر هتدوس عليها يسجل على طول. حاضر يا دول. ماشي كده عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه ولا عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجة؟ اه يا دول. ايه ده؟ وادي تالت شريط معلوش حاجة. معلش يا دولة معلش. خد يا عم ده انا تلميذك. جرب اخر شريط كده هتلاقي فريرة. وريني يا سيدي. انا بس غلطان اني اعتمدت عليك. الله الله. حلو. يا ابني انت فرح يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دولة مش لازم اسيب بصمتي يا دولة؟ على اساس ان انا خبير بصمات يعني هعرف ان دي بصمتي؟ يعني هعمل بيها ايه بصمتك؟ انا مش فاهم. انا شغل 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 بس يا دولة. شغل شغل. ماشي ماشي اما اشوف. الاثنين ساكتين ما بيقولوش حاجه ما بيقولوش حاجه ولسه ساكتين لسه قاعدين ساكتين. يا دي انت بتعلق على ماتش يا هلا. بتعلق على ماتش ايه دول؟ يعني كنت اسيب بقى الحته دي نفضي في الشريط اللي احنا شارينه ولا ايه؟ تقوم انسني بصوتك يونسني يعني وانا بفرغ الشرايط. تخرب بيتك. يلا يا عادل ما تسمعنا بقى. عايزين نعرف النهايه. احنا قاعدين ورا متشوقين. يا ابني سمعنا بقى. ايه يا جماعه هو انا ايه ده؟ فيلم عربي قاعدين كلكم مستنيين يا اخوانا؟ دي شرايط تجسس والتصنت لازم الواحد يبقى حريص فيها ما يسمعهاش لاي حد يعني. يا بيبي يلا بقى احنا كلنا لافه عشان عايزين نعرف العصابات ازاي بتقوم بعمليات الصفقات المشبوهه. ما تشغل الشريط بقى يا ابي وخلاص. حاضر حاضر. على اساس ان انا يعني بسليكوا وبحكي لكم حدوته قبل النوم. الله ما تشغل يا ابني الشريط بقى. حتى انت كمان يا ماما. حاضر هشغله. حاضر. ايه ده الشريط خلص ولا ايه؟ ما اصل يا دولة بقى كان في اخر الشريط الحته دي. طب وما قلبتش الشريط ليه؟ ما انا بقى ما رضيتش اخرجه بقى من بره الكاسيت بقى يا دولة. خايف تخرجه بره الكاسيت هيجيله برد. انت على طول تبوظ لي كل حاجه كده. يا عادل عادل ارجوك يا بيبي اوعى اوعى تلجا للعنف. هو اللي يلجا للعنف دول يطحنوه. لعلمك بقى سناء انا ما اخشش عمليه ابدا وكون خسرانه. لازم ابقى واثق بالعمليه قبل ما ادخل فيها. يعني هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم ادور على الراس الكبيره لان انا ما يهمنيش التجار الصغيرين. اوصل للراس الكبيره اسلمه واخد المكافاه يبقى صاحبي 100 100. طب ما تبلغ يا ابي وتخلص. ابلغ؟ لا وصاحبي تضيع عليه الترقيه والمكافاه. استحاله مش انا الند اللي يعمل كده. وبعدين لعلمكم بقى انا طلبت معايا لاول مره في حياتي اعمل حاجه لمصر. مصر عمري ما عملت لها حاجه قبل كده خالص. طب افرض حسيت لمؤاخذه انك هتتهزق؟ هنسحب فورا. مصر فيها 80 مليون اي حد يعمل لها حاجه بقى. اهم حاجه بس يا اخوانا اوصل لكلمه السر. ولما تعرف كلمه السر هتعمل بيها ايه؟ وهتعرف بقى كلمه السر ازاي بقى ان شاء الله؟ هتقعد مع العصابه تقول لهم والنبي والنبي قولوا لي كلمه سر. ما تعملها ما انا عارف دماغك. انت اللي عارف انت اللي عارف دماغ. انت فيك دماغ اساسا. انا عارف بقى كويس قوي انا هعمل ايه. غريبة قوي. مفعول الحباية المفروض يكون انتهى من زمان. انت اللي بتقول لنا كده يا دكتور. ده انت مفروض تطمننا. انت كده بتقلقنا اكتر ما احنا قلقانين. ما تقلقش هو خلال ساعة هيفوق. هو بدأ يهلوس خلاص. ساعة ايه؟ ما ينفعش ساعة. ده العملية هتتم على طول. وبعدين حضرتك لازم يبقى موجود لان هو ده الضابط المسؤول عن العملية. طب يا دول ما تكمل انت. اكمل ايه يا اخي؟ ده انا اخري ان انا اراقب اكتب معلومات حاجات زي كده. لكن اقف بين عصابتين بيتاجروا في السلاح. طلقه تيجي من العصابه دي طلقه تيجي من العصابه دي وانا في النص. لا طبعا ما تشوف حل يا دكتور. بعد الشر يا دوله. طبعا بعد الشر. ايه ده دوله؟ ده لسه عايش. انت عايزه يموت؟ ايوه لسه عايش الحمد لله. يا ابراهيم يا ابراهيم يا دكتور شوف يا دكتور شوف يا دكتور. المرحله دي اسمها انا عايش ومش عايش. عايش ومش عايش ده وقت عمرو دياب. ما تشوف لنا حل يا دكتور بدل ما انت قاعد عمال بتغني كده. خلاص ما تقلقش هانت خلاص. ها
هانت بعد قد ايه؟ لان بعد 5 دقايق اسمها هانت وبعد اسبوع اسمها هانت برضو. ماما جهزت لي فطار ولا لسه؟ فطار ايه بس يا عم ابراهيم؟ قوم شوف المصيبه اللي هتحصل دي. يعني انا زمان كنت بحل الامتحانات مكانك، هحل لك شغلك ازاي؟ قوم يا ابراهيم. دول انا خايف العصابه تمشي من غير ما تموتنا. يهبل يهبل، يعني كل امنيتك ان العصابه تموتنا؟ ما هم لو موتونا هنموت يهبل. عادل سعيد انا بعمل ايه هنا؟ ايه يا عم قوم، انت جاي تسال؟ قوم بقى يا ابراهيم. الساعه كام؟ القضيه، تجارة السلاح. ما تقلقش انا مظبط كل حاجه، والعصابه ظبطتها، وهنقابل رئيس العصابه كمان 5 دقايق. قوم بقى يا ابراهيم. يا ابراهيم ابراهيم يا دكتور، شوف حل يا دكتور. فين الفلوس؟ الفلوس موجوده في الحفظ والصول، احنا بس عايزين نتعرف الاول. تعرف ليه؟ هتناسبني؟ ليه؟ حيلتك كام عشان تناسبني؟ حيلتي 8 أرانب. فرار دي يعني؟ بس يا ويل، بس يا دزمه، بتتريق على المعلم؟ احنا قاعدين. اهلا وسهلا، منورنا يا معلم. اهلا وسهلا، وبنتونس بيك، بتونس بيك. اهلا معاي. اللحن هنستلم السلاح ميتي. امال قلت لك قبل كده في شحن البطيخ. شحن البطيخ ما خايفش على السلاح؟ احسن يبزر من البطيخ. بزر يا جدع انت وهو، لا يمنع الفلوس يا عم. يعني الفلوس هتروح فين؟ ما الفلوس مودوده، وفي اكتر من الفلوس. ادينا قاعدين بنتساير بنتساير بنتساير. عايز اعرف كلمه السر ايه. كلمه سر؟ كلمه سر ايه هاي؟ هي حاجه بتتاكل كشري باينه. ايوه افتكرت، كلمه السر معكرونه. لا يمنع الفلوس، خلينا غور. تغور فين يا راجل؟ ما انت قاعد موانسنا وبنتونس بيك. اهلا اهلا بالمعلمين. مساء الفل يا معلم. مساء الفل على المعلمين، منورينا معلمين. ابا مش كنت تقول ان هيبقى في غرب وسطينا ولا ايه؟ يا راجل ده مش غريب، ده احنا قاعدين بنتونس بيك يا صاحبي. يعني ما عرفوش. وانت تطلعوا مين؟ محسوبك رشاش وده طبنجة. الله، امال انت تطلع مين؟ محسوبك المعلم حدايه. الله، امال انت تطلع مين؟ ده المعلم ابو عيسى. الله، امال انا اطلع مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل يتهفف نفوخ وما هوش عارف هو مين. لا اله الا الله، انت فررت يا عم الحد. مع ان انت كنت قاعد مونسني. انت بتلعبوا لعبه ما انتوش قديها. احنا قديها. قديها وجدود يا عم الفراردي. ايوه يا فراردي. انا فرارجي؟ ايوه يا فراردي. بس يا ولد العمليه بس اخرها، اللي هتحرك هتضربه في المليان. والله وقعت يا معلم ابو عيسى. مين؟ رشاش وطبنجة. اكبر تجار سلاح في البلد. ده من زوجك يا باشا. والله بلغت عنها رشاش وطبنجة؟ يا حضر الظابط، عايز اقول بس كلمه، ده فراردي مش ابو عيسى، ده ابو عيسى. يخرب بيتك يخرب. انت قاعد بتبلغ عني؟ قاعد بتسلمني انا؟ لا انت ابو عيسى. انت قاعد بتسلمني انا؟ ايوه يا ابو عيسى. يا حظابط، ده عيسى وده ابو عيسى ودي ام عيسى ودي اخت عيسى.